عندما بدأ دانييلا فيتشينو التدريس في صقلية قبل حوالي 30 عاماً، كان عدد التلاميذ في صفها نحو 30، وهو عدد انخفض اليوم إلى النصف تقريباً بسبب تراجع معدل الولادات. ولطالما كان لإيطاليا أحد أدنى معدلات الولادة في أوروبا، لكن الوضع ازداد سوءاً مع الوباء. Nell'arco di questo trentennio il calo è stato veramente evidente, soprattutto nell'ultimo decennio, devo dire. Per cui siamo passati da classi, non pollaio, però dove c'erano circa 29-30 alunni, a classi medie che si stabilizzano intorno ai 18-20 quando va bene, ma addirittura 15-16 in alcuni casi. تراجع العام الماضي عدد سكان إيطاليا بنحو 400,000 نسمة، أي ما يعادل مدينة مثل فلورنسا تقريبا، ليبلغ 59,300,000، في حين سجلت الوفيات ارتفاعا وعدد الولادات تراجعا والهجرة تباطؤا. Le famiglie di oggi, mentre nel passato si attestavano intorno ai tre figli, adesso hanno massimo uno, due figli. E molto spesso poi ci sono anche le separazioni. Una volta da noi erano pochissimi gli alunni con genitori separati. E quindi anche questo diventa un motivo di un elemento importante per il calo demografico. وشهدت إيطاليا منذ سنوات انخفاضا في عدد الولادات من 534,000 في العام 2012 إلى 404,000 في العام 2020. وهو العام الذي تفشى فيه الوباء. وبالنسبة لعام 2021 يتوقع معهد الإحصاء انخفاضا إضافيا في عدد الولادات إلى 384,000 ولادة، في تراجع يعود أساسا إلى الوباء والذي يشمل هذه المرة العالم بأسره.